يمكن قضية الفراغ، الفراغ القدوة، يعني مش هقول إن أنا بنفسي أعمل ده. في عبادات محتاجة، ابني محتاج برضك يجد نماذج دعاة يحبهم. يعني كتير ممكن أقعد مع شباب بسأله عن أسماء دعاة مشهورين فأجد الإجابة لا معرفش، طب فلان لا معرفش. طيب غياب القدوة بقى ده أمر عام في عنده غياب هو. الروافد إن مفيش يعني في أصلا. الأب أصلا مش قدوة، وكمان هو ما ربطش الولد بقدوات تانية، فلذلك بكل بساطة هتلاقي نمبر 1 هو اللي بقى القدوة، اللاعب فلان هو اللي بقى القدوة، المغني فلان نسأل الله العافية هو اللي بقى القدوة، واخد بال حضرتك؟ فده وليه الأمر راجع للفراغ. بيعمل مغالطة غريبة جدا، إن هو يعني كأنه ما مهدش الابن سبل التعلم ثم يعاتبه على عدم التعلم. يعني الأم بتزعق أنت ليه ما استأذنتش؟ طب أنت ما علمتي أنا بالاستئذان؟ لا نفس ما الكلام اللي حصلش. قلته حضرتك في الحلقه اللي فاتت، مساله ان هو ما ادهوش ثقافه جنسيه. تمام. الولد تم التحرش بيه. تمام؟ وهو ممكن الولد ما ادركش ده الا بعد ما تم التحرش. يعاقبه على ذلك دون توعيه. ده بيؤصل لفكرة إن أنا الخطأ. يعني الطفل اللي تعرض احسنت. للتحرش بيجي عشان بنفسية كده إن انا قلت أنا لحضرتك، خطأ. قلت لحضرتك الفصل بين الفعل والذات. إن الخطأ مش أصيل في الذات. وحتى هنا ده هو معتدى عليه مش معتدي، يعني ده حتى ضحية. هو ضحية، ضحية. لكن سوء التصرف وصل له إن أنت الخطأ نفسك. المجتمع عقابي قوي في الموضوع ده الصراحة، في موضوع التحرش، في موضوع الاغتصاب، في موضوع الانتهاكات الجنسية عامة، بالضحية زي